مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب. حلقتنا اليوم مليئة بالمفاجآت والأخبار. من بعد إعلانه عن أغنيته الأولى لمتابعين وجلادين، بلش الحماس يزداد يوم بعد يوم ليزيد بشكل كتير كبير باليوم المنتظر، حيث اليوم هو اليوم الموعود لنزول أغنية نورمار الأولى، فحمس المتابعين بهالستوريهات قبل ساعات من إصدار الفيديو كليب. هدياً لعد التنازل الغنية أشوف حماسكن يا جماعة، حماسكن رهيب، متفاجئ من هيك حماس، بس انا خايف على صوت اخاف من كتر ما في حماس قوي صرت اخاف. اثار فيديو بيسان اسماعيل الاخير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وبشكل كتير كبير بسبب بكاء بيسان بالفيديو، حيث تساءل الجمهور عن سبب بكائها وما اللغز وراء ذلك، حيث اتجهت بيسان باول الفيديو للمشفى لعمل فحص كورونا، وانهت الفيديو بمقطع قصير وهي تبكي ورافقته بكلمة يتبع. ما رأيكم؟ ما سبب بكاء بيسان بالفيديو؟ اكتبوا لنا رأيكم بخانة التعليقات. بستوري على انستغرام اعلن ريدر انه حينزل فيديو اليوم، حيث رح يحمل الفيديو مجموعة من الحقائق تجيب عن تساؤلات الناس. ما رأيكم؟ شو ممكن تكون هالحقائق؟ اكتبوا لنا رأيكم بخانة التعليقات. هلا وحبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. طبعا اليوم رح ينزل فيديو و بيشي كلش جدي لازم تعرفوه، فقلت انه لازم تعرفون الحقيقة فصورت الفيديو. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع اخبار اليوتيوبرز اول باول.